السلام عليكم، كيفكم؟ شو الاخبار؟ معكم نور، ورجعكم بفيديو جديد. واليوم يا جماعه، اليوم يوم يوم تاريخي يا حبيبي، تاريخي. ليش دايل لك؟ ليش؟ لانه هلا دقايق ثواني وتبلش قرعه كاس العالم قطر 2022. يا عفو الله الغفور الرحيم، ماذا سيحصل؟ شو راح يصير؟ نشوف القرعة، نعمل عليها رياكشن، ونشوف شو مين ومين 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 راح يلعب. وقبل ما نبلش الفيديو ونشوف مين ومين، لا تنسى ان لايك الشير السبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات ليوصلك كل شي فيديوهات منزلها. ولا تنسى كمان تروح تتابعني على الانستغرام، ليك ما اسهله نورمال، يعني بدك اسهل من هيك اسم؟ خلص نورمال، وفي رقم 4 جنبه، طبعا في خط هيك بالنص، فهيك نورمال اندرسكور 4، شايف على القافيه اندرسكور 4. فلهيك يا صديقي روح تابعني، اعمل لي فولو هنيك، و لا تنسى كمان هون شغلك شو اسمه، لايك شير سبسكرايب، وخلينا نبلش بالفيديو. يلا، ما بلشت لسه المباراه، فلهيك طبعا دقائق ثواني وتبلش القرعه. بتمنى ان تكون القرعه هيك يعني متوازنه، ما بتكون في يعني مجموعه ناريه، بس هيك يعني بالدور المجموعات. وان شاء الله كمان نتمنى هيك يعني المنتخبات العربيه، خلينا نوطي الصوت شوي، المنتخبات العربيه كمان تشد لي حيلها هيك، يعني خلينا نطلع من دور المجموعات. مثل ما نعرف في مصر، المغرب، السعوديه، وقطر، في 4 فرق. بتمنى هيك شيء حدا او الاربعة يوصلوا هيك، يعني يتخطوا مرحلة المجموعات يدوروا 16، يعني ممتاز يكون. انا حاسس هيك في اجواء توتر، خصوصا للجمهور القطري، يعني انا هيك حاسس، لانه شو في عندهم تقل زايد انه الارض والجمهور على ارضك، يعني لازم يكونوا باعلى ليفل عندهم، لازم يعني اقل شيء لازم يطلعوا من دور المجموعات، وهذا اللي انا بتوقعه على الاداء اللي بكاس اسيا. انا بتوقع انه رح يطلعوا من الدوري، يطلعوا على 16، دور 16. ف ان شاء الله ان شاء الله يا رب هيك، يعني حتى كمان في عنا المنتخب التونسي المغربي كمان ان شاء الله. انا بتمنى هيك يواجهوا فرق ضعيفة بمجموعتهم، بلكي يسهل الطريق عليهم، يعني مثل ما صار مثلا مع الارجنتين، تتذكروا ب 2014، يعني كانت مجموعتهم حسيتها كانت كلها سهلة، فوصلت للنهائي بمستوى مو هذاك المستوى اللي انه مستوى المانيا ما في. فبنشوف لسه ما بعرف قديش بدها، هو المفروض انه هلا بلش الحفل وطلع المقدم، لازم يبلشوا بالقرعه هلا. ف عن جد متحمس لحتى اعرف المنتخبات اللي راح تلعب ضد بعض. ما بتمنى تكون مجموعة نارية، تكون هيك يعني بتمنى تكون مجموعة نارية بس للفرق الثانية، بس المنتخبات العربية حابة هيك تكون مجموعة تكون خفيفة نظيفة وسهلة لواحد يطلع للدور 16. عن جد حاسس عني، انا حتى انا متوتر، يعني متوتر وبردان وعم نستنى القرعة. من 4 سنين لهلا بتذكر، من 4 سنين ما حضرت انا ما بعرف وين كنت، والله كنت بالشغل، كنت عم بشتغل. بس اليوم هيك لحسن الحظ انه ما عندي شيء وبهذا الوقت، فلازم اعمل رياكشن على القرعه. واو، يعني في يعني كمان في كثير منتخبات يعني مرشحه لكأس العالم، بس ما فينا نحكم عليها بهلا بهي يعني بدايه البطوله. في عندك
هلأ مثلا البرازيل، الأرجنتين، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، هاي خمسة مرشحين كتير. مين في كمان؟ هدول أكتر شي مرشحين أنا بشوفهم. بس بشوف يعني يمكن هيك يعني يتكفى مثلا يا لألمانيا. ها هاي بلش الاحتفال، بلش الاحتفال. خلينا هلا بس نحكي لنا هيك كم نقطة عن بطل كأس العالم اللي رح يكون بعام 2022. أنا في كتير كتير، في تقريبا شي 7 منتخبات هن المرشحين لكأس العالم: البرازيل، الأرجنتين، بلجيكا، فرنسا، إسبانيا، هاي 5، وألمانيا 6، و هدول 6 أكتر شيء. إذا في شيء واحد سابع، لا هولندا ما بتوقع. هدول 6 تقريبا، هدول 6 هن المرشحين لكأس العالم. بس أنا بشوف هيك يعني حاطط إنه بالليفل العالي على شيء هيك يعني بالتوب، من بين هدول 6 يمكن يكون ألمانيا أو فرنسا. بس فرنسا يعني عن جد رح تكون مفاجأة كبيرة إذا أخذت كمان هاي السنة كأس العالم، يعني تصير أخذتها ثاني مرة على التوالي. شو 2018 و 2022؟ لا لا. هلا بلش الحفل، وعن جد هذا هي التنظيم هاي السنة رح يكون هو أفضل بس أفضل شو؟ إيه أفضل استضافة هيك استضافة بلد لكأس العالم، أفضل وحدة أنا بشوف هيك. لأنه في شغلات كتير كتير يعني قد ما تعبوا على الملاعب، قد ما تعبوا على الملاعب يا إلهي تعبوا كتير كتير. يعني عم شوف بهيك يعني على اليوتيوب كيف قديش تعبانين على الملاعب. مثلا في عندك غرف في اي بي صايرين نص الملعب، يعني انت نايم هيك بتخد تتفرج على المباراة. يا عفو الله الغفور الرحيم، شو هذا. وشوفي كمان في عن تدفئة، مو تدفئة، هي يعني انه مكيفات هيك يعني مشان تكون مو هي الدنيا، يعني الجو يكون حر بقطر ف يتعدل شوي الجو. فيكم انتوا كمان تكتبوا لي تحت مين تتوقعوا انه يتأهل، وان مين هي مين هن المنتخبات اللي مرشح لكأس العالم. بس بدي تعطيني واحد او اثنين، بس اكثر اثنين لا. فانا رح اعطي دوري وبحكي انه المانيا او فرنسا، هذول الاثنين. كان فينا اقول البرازيل كمان قوي كتير، بس شو البرازيل ما عم يعطوا هداك الاداء. مو هيك كمان حتى الارجنتين يا الهي، انا صار لهم 30 مباراة مخسرانين. شو 30 مباراة يعني من 2000 يا من 2020 يا من 2019 لهلا مو خسرانين ولا مباراة، واخذوا كوبا امريكا. بس انا ما بحطهم ابدا مرشحين لكأس العالم. مرشحين يوصلوا النصف النهائي ايه، بس كأس العالم بده منتخب خرافي. بده يمكن مثلا يعني اذا انا عم شوف مباريات مثلا المانيا، هذا شو اسمه فليك، هيك يمكن اسمه، هو نفسه مدرب منتخب او مدرب البايرن ميونخ القديم، ما عم يفوز 1-2 و3-0 و4-0 6-7-8 ويضله شو زعلان. انا شو زعلان يا حبيبي، انا شو زعلان عم تفوز 6-7-8 و10، شو هذا؟ اخر مباراة يمكن فايزة 12-0 يا محمد العربي. ف انا بشوف هي المانيا هي اول وحدة، ثاني وحدة هي فرنسا، لانه فيها يعني لسه النجوم لساتهم، ما في حدا زاد ولا حدا نقص، لسات النجوم مثل ما هن. في عندك يعني حتى مثلا من يعني هلا صار في اضافه زايده هو بنزيما،
يعني بال 2018 ما كان في بنزيما، صح كلامي صح؟ 2018 ما كان في بنزيما، هلا صار في بنزيما، يعني هلا في كأنه في 10 لعيبه زياده. هو بنزيما ما شاء الله عليه، ما شاء الله. ان شاء الله لما انا ما بتمنى يلعب ضدنا، ضد هيك ضد تشيلسي، والله خايف يلعب ضد تشيلسي يسجل علينا مو 9 جول، يسجل علينا جول جولين يعني خسرنا. ايه ها بلش بلش الحفل، راح تبلش القرعة قريبا. مش حي بالعزيمة فإذا خلينا هيك نحكي كمان، نحكي خلينا شوي عم نحكي. اوه طلعت الشمس يا الهي، خلينا نزيح شوي معليش هيك تيك الكاميرا هيك 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 على الشمس، خلينا اتدفى شوي. مثل ما قلت لكم اصدقائي، انا هن مرشحين الي، لا خليها هيك، لا هيك اسوء هيك. ايه فمثل ما قلت لكم اصدقائي، انا بشوف هدول المنتخبات المرشحه، يعني في عندنا خمس مرشحين لكأس العالم، بس انا اخترت منهم اثنين، حتى يمكن في اكثر، في يعني مثلا قلنا بلجيكا، بلجيكا ايطاليا البرازيل الارجنتين، لا شو ايطاليا، ايطاليا طلعت، بلجيكا اسبانيا البرازيل الارجنتين المانيا فرنسا، هذول ستة، ايه هذول لنا ستة، فانا اخترت منهم اثنين اللي هن المانيا وفرنسا، بس الكفة الاكثر هي لالمانيا، لانه المانيا، لانه المانيا لساتها يعني لسه في لسه نجوم طلعت جديد، مثل هلا جنابري وساني، ومين في كمان، في كمان اكيد بس انا ما حافظهم، يعني النجوم 2014 اللي جابوا كاس العالم خلص يعني استخدمهم هو ب 2018 المدرب المنتخب، بس كان اداء كارثي ب 2018، فلما اجى شو اسمه، بظن اسمه فليك، هذا مدرب البايرن ميونخ ومدرب المنتخب الالماني لهيس هذا المونديال، فلهيك اللي كانوا ب 2018 كلياتهم كبروا، لهيك كان يعني كثير كان الاداء سيء تبعهم، فهلا اجى فليك وسوى تعديلات كثير وبس، فلهيك انا يعني اللي جابهم كلهم يعني نجوم، ما في حدا جديد، يعني في فيرنر ساني جنابري شو اسمه ذاك الظهير، والله نسيت شو اسمه بس اتذكر شو اسمه، كيفيتش، لا كوفيتش، كيفيتش شو كان اسمه، كيميتش، كيميتش العماش، العماش خربطت نسيت اسمه. وهلا بلشت، خلينا نرجع للاستوديو نشوف الحفل، وهما ادريس البا ممثل ومنتج وموسيقي بريطاني، وريشمان تشودري مذيع. عن جد اللي قديش تعبوا على المونديال هذا، يعني من اول ما قالوا انه تنظيم كأس العالم رح يكون بقطر، وهن بلشوا يشتغلوا عليه، تعبوا كتير كتير كتير. هاي في واحد اسمه إدريس ألبا حكى كأنه هو ممثل، فهلا عم يلقي كلمة، ففيكم انتو تكتبوا لي تحت في التعليقات شو رأيكم، مين ممكن يفوز بكأس العالم، او كمان حتى أسئلة تانية، المنتخب مثلا المنتخبات العربية لأي مرحلة ممكن يوصلوا، ممكن يطلعوا ممكن من دور المجموعات، ولا احتمال يطلعوا مثلا على الدور ال 16، او لحد هلا انا ما شفت او ما وعيت على منتخب عربي وصل اكثر من نصف، مو نصف النهائي عفوا، دور 16، يا دور 16 يا دور الربع النهائي، اللي كانت هي الجزائر لما لعبت الجزائر والمانيا، هيك بتذكر
لعبت ب 2014. نعم 2014 هيك بتذكر. اذا انتم كمان بتعرفوا منتخب عربي وصل لأعلى من هيك فيكم تكتبوا لي تحت التعليقات، لانه ما دورت ولا ما بتذكر ما ولا دورت هاي المعلومه اللي كنت واعي عليها. بس ف استعدادنا دائما ان شاء الله للمنتخبات العربيه، لان المنتخبات العربيه خصوصا على المنتخب القطري لعب مباريات كتير حلوه مستوى عالي، والمنتخب كمان السعودي يا رباه يا رباه شو هذا، شو المنتخب السعودي متصدر المجموعة. كيف هيك؟ مو انه كيف هيك يعني انه مو لازم ما لازم، بس انه كيف هاللعب اللي عم يلعبوه اخر شيء متصدرين. يا جماعه بده يتصدروا على هيك لعبة، مو بده يتصدروا، هدول هن اللي لازم يلعبوا كأس العالم، مع احترامي لكل المنتخبات طبعا، بس هدول لأنه عم يلعبوا كأنه ما عم يلعبوا يعني نهائي، كأنه عم يلعبوا مباراة ودية وعم يفوزوا. يا محمد شو هذا ما شاء الله عليهم طبعا. بلشت الأغاني. إكوادور قطر حابب تجمع فريق ضعيف، فإذا إجت مع فريق قوي قطر بدها تلعب مع مين؟ لا تقولها بدها تلعب مع هولندا. واه لا تقولها، ان شاء الله لا تقولها، بدها تلعب مع هولندا. يمكن في عندك هولندا، المانيا، الارجنتين، مو الارجنتين، عم في الاورجواي. اوف واخ بدها تلعب قطر وهولندا. هولندا لانه فريق قوي، مو يعني ما فيك بس منيح يعني، مو انه يعني الحمد لله انه مو المانيا مو الاوروغواي، لان هدول اثنين قوايا كثير. منتخب الولايات المتحده الامريكيه يو اس اي بدها تلعب هلا كمان لا مو الارجنتين، انجلترا مع احسن مشاركه كانت في عام يو اس اي امريكا. معقول هون رح انا مو معقول، انا قصدي معقول انه تلعب المانيا مع فريق قوي، يعني في مجموعه موت يا حبيبي، يعني احتماليه المانيا تلعب مع الارجنتين، فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، البرازيل، البرتغال، يعني شوف على هل يا الله. كان بدنا نشوف هيك يعني دور 16 يكون ناري، ما بدنا يكون الاوايا يطلع بسرعه. فهلا قطر بدها تواجه هولندا، وعندك انجلترا بدها تواجه يو اس اي ومكسيك. المكسيك بدها تلعب مع الارجنتين، مجموعه الارجنتين انا قصدي. لا تقولا لا تقولا لا أحلى صحيح ده إيه. دقيقتين وأربع ثواني. فرنسا والدنمارك. المنتخب الدنماركي
يعني هلا يا جماعة في عنا قطر وهولندا بدهم راح يلعبوا مع بعض، انجلترا ويو اس اي، ارجنتين ومكسيك وفرنسا وما بعرف مين، والدنمارك. فرنسا والدنمارك بنفس المجموعة، يعني في عندك ثلاث فرق قوايا، ثلاث فرق قوايا. مين هن؟ المانيا لا عفوا اربع فرق، المانيا، الاورجواي، سويسرا، وكرواتيا. بده يلعب مع فرق اربع قوايا كمان. يا عفو الله الغفور الرحيم. يا الهي، مجموعة نار. اسبانيا والمانيا. بطل العالم 2010 وبطل العالم 2014. يا رب شو راح يصير. يا الهي، هلا لسه كمان الاورجواي وكرواتيا، كمان هذول عوايا، فبدا يلعبوا كمان مع فرق عوايا. يا راحت على واحد منهم. او احتماليه انه الاثنين يتاهلوا صحيح، لانه هو بده يفوز اول وثاني يتاهلوا. بلجيكا وكرواتيا. كرواتيا وبلجيكا، حلو حلو مباراة، يعني راح تكون حلوة. بلجيكا وكرواتيا، بتذكر لعبوا لنا 2018 او 14 هيك مع بعض، فالمباراة راح تكون كمان قوية حلوة بين بلجيكا وكرواتيا. بس المباراة اسبانيا والمانيا هاي راح تكون فيها مجزرة، راح تصير فيها مجزرة، كأس العالم وهدول الاثنين. يا رب. هلا عندك البرازيل والبرتغال، بدها تلعب ضد الأوروغواي او سويسرلاند، هي سويسرا. في البرازيل مع مين؟ البرازيل مع مين؟ مع الأوروغواي. كافاني وسواريز كلياتهم بده يلعبوا ضد نيمار الغدار، بده يلعبوا ضد البرازيل والأورجواي. يا عن جد رح يكون كأس العالم فيه مفاجآت كتير، فيه مفاجآت كتير كتير كتير. أنا منكم يا حمد. هلا خلاص بينت البرتغال وسويسرا. عن جد البرتغال حظها كتير 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 حلو، يعني شوفوا ما لعبت بالتصفيات مع ايطاليا، لعبت مع مقدونيا. يعني لو الفايزة ايطاليا كمان احتمال تصير كمان مباراة قوية بين البرتغال وايطاليا. ف للأسف، بس حلو حلو حلو. لا صحيح في غلط صار معي، في غلط. البرتغال راح تلعب مع الأوروغواي والبرازيل، في غلط كأنه البرازيل مع سويسرا. أنا شو اللي استغربت أنا بعرف إنه ما لازم الاثنين. لا صح أنا خربطت. هي سويسرا بدها تلعب سويسرا ما بدها تلعب مع البرازيل. عفوا بعتذر منكم، انا غلطت بهي الشغله. البرازيل ما راح تلعب مع الاورجواي، راح تلعب مع سويسرا. هلا نشوف المنتخبات او المستوى الثالث. المستوى الثالث في عندك السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، وتونس. بس الحمد لله هذا يعني إنه تونس والمغرب ما راح يلعبوا مع بعض. وأخيراً
واخيرا ما رح نلعب مع بعض. يعني شو يعني منتخبات عربية ما رح تلعب مع بعض الا بحالة السعودية. اذا حطوا لك السعودية مع شي منتخب عربي هون واحد منهم رح يطلع او الاثنين احتمال او الاثنين يتأهلوا. فمو صعب. ايران بدها تلعب. سحبوا ايران مع مين مع مين مع مين مع مين مع مين. واو ايران وامريكا وانجلترا. يا الهي هاي المجموعة سهلة بالنسبة لانجلترا. بس ايران كمان مون والله هي ايران فريق قوي بس سهلة بالنسبة لايران لانجلترا سهلة. شو انجلترا شو مرشحين لكأس العالم كمان هنا. شو بتلعب السنغال. انا كنت كتير كتير متمنى انه مصر تكون بدأ بهاي الورقة بدالها. مصر كان بدي تكون الورقة بدالها بس للأسف للأسف انظلمت كتير كتير كتير. فما بعرف ما فيه تسوي شيء. فالسنغال بتلعب بالمجموعة الأولى اللي هي قطر وهولندا. شلون يعني؟ يعني مباراة صارت بين قطر والسنغال وهولندا. حلو حلو المجموعة مقبولة. عن جد إذا شدت حالة قطر وكانت من مستواها تطلع منهم. لأن هولندا مو نفس هولندا 2010. هولندا يعني فيها فان دايك فيها كم واحد. دي ليخت دي يونغ مونفيس ديباي. صحيح فيها دول لعيبة بس ما عندها ذاك المدرب. المدرب اللي شلخ الدنيا يعني. ما عندنا ذاك المدرب المحنك. فلهيك انا بشوف مجموعة حلوة لقطر بغض النظر عن هولندا. لانه السنغال صحيح منتخب قوي بس فيه له نقاط ضعف. يعني له نقاط ضعف. هلا بتلعب بولندا والارجنتين والمكسيك. المجموعة حلوة بالنسبة للارجنتين بس شوفي عندها بولندا راح تكون يعني منافس لها. لانه حسب المباراة اللي شفتها انا مع السويد يعني كانت مباراة يعني كانوا عم يلعبوا عادي. فكانت مباراة حلوة. عندنا هلا صربيا. صربيا مع مين بدها تجي؟ صربيا مع مين بدها تجي؟ بدنا نعرف مع مين بدها تجي. اوه صربيا مع سويسرا والبرازيل. مجموعة حلوة للبرازيل. جي 2 كانك البرازيل راح تلعب مع صربيا وسويسرا. ف مباراة او مو مباراة البرازيل عندها طريق سهل نوعا ما. يعني ما فينا نقول كأس العالم ما فينا نحزر على شيء. هذا قاعدة دائما. كرواتيا مثلا على فرض مين كان متوقع انه توصل للنهائي؟ اي والله ما حدا متوقع. لو تحط منتخبات نجوم العالم مو منتخبات لو تجيب 1000 واحد يحزر لك ما حد راح يحزر لك ان كرواتيا توصل للنهائي. فهلا سحبت تونس راح تلعب مع اوه
تونس راح تلعب مع فرنسا والدنمارك. ان شاء الله هي راح تكون يعني شوي صعبة لتونس، بس اذا بس نقطة راحت ان اخذتها من فرنسا بتصير مجموعة. يعني لسه ما شفنا المنتخب الرابع طبعا، بس يعني الدنمارك يعني مو هذاك المنتخب اللي ممكن تخاف منه. لا تونس يعني اذا لعبوا منيح يخسرون للدنمارك. هلا مين في عنا؟ اليابان. اليابان يا صديقي رح يلعب مع اليابان 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 المجموعة الخامسة اللي هي اسبانيا والمانيا. يا اخي يا ساموراي ايش راح يصير فيك؟ عم تلعب مع اسبانيا والمانيا، يعني مع انريكي وفليك، يعني خاصة امورك فيك تودع المونديال من هلا. فيني اقول لك ودع المونديال يا صديقي الساموراي. هي اليابان طبعا، اليابان والمانيا واسبانيا، مباراة يعني سهلة مو سهلة، مجموعة هي مباراة نارية، هي نارية بس يعني محسومة. هي اسبانيا والمانيا خلاص النقطة انتهى، خلاص ما في داعي. اليابان انا قبل قلت لك انا المرشحين لكأس العالم، وقلت لك من هن منهم اسبانيا والمانيا، فلهيك لا تشوز سحب المغرب والمجموعة السادسة، المغرب وبلجيكا وكرواتيا. لا تقول انا خايف، انا صار لي زمان لاني ما شفت مباراة لكرواتيا، خايف تكون كرواتيا هي نفس كرواتيا 2018. فكنت بتقولي تحت التعليقات صرت خاف على المغرب يا صديقي، يعني منتخب العربي هذا بضل عربي. كوريا الجنوبية راحت كوريا على البرتغال وعلى الأوروغواي. يعني هلا صار في عنا المجموعة الأولى فيها قطر السنغال هولندا، المجموعة الثانية في عنا إنجلترا إيران و USA اللي هي أمريكا، الثالثة عنا الأرجنتين المكسيك وبولندا، الرابعة عنا فرنسا الدنمارك وتونس، الخامسة عنا إسبانيا جيرماني اللي هي ألمانيا واليابان، والسادسة بلجيكا المغرب وكرواتيا، والمجموعة السابعة البرازيل صربيا. يعني احتمال اللي بالملحق رح يلعب يعني فريق مو قوي، فبدي يلعب اللي بالملحق رح يلعب ضد الدنمارك تونس او فرنسا. الاكوادور مع مين ده تلعب؟ الاكوادور فريق ما بينخاف منه يعني، بس هيك يعني اوايا جسديا يعني تكسير ما تكسير الله يرحمه. فحلو الاكوادور، خلينا نشوف الاكوادور مع مين تلعب بالمجموعة الاولى. حلو راح تلعب مع قطر والسنغال وهولندا، فمجموعة مو صعبة كتير على قطر بس ممكنة، مو صعبة كتير بس ممكنة. حلو خلينا نشوف. هلا خلاص اتضحت مجموعة قطر، هي قطر اكوادور السنغال وهولندا، خلصت ها هن المجموعة الأولى. مع مين ده يلعب هلا؟ في عنا لسه السعودية. يا رب ما فريق ضعيف، إذا كانت بالمجموعة الموت اللي هي اليابان وألمانيا وإسبانيا لا تقولوها، مشان الله لا تقولوها. مع مين ده تلعب؟ السعودية ما مين ده تلعب؟ توتر نار
نار يا حبيبي نار. توتر. وين تلعب؟ السعودية السعودية السعودية. يلا يلا سي 2 مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا. هلا السعودية في عندها يعني شلون بدي اقول لك، في عندها مباراة يعني اذا مباراة قوية مع الأرجنتين اجباري هاي، ومباراة يعني يمكن تكون في عناد بين السعودية وبولندا، هاي صعبة وما فيني ما فيني احذر عليها. هاي سحب سحب شو؟ ايوه اللي بده يلعب كمان بالملحق بده يلعب مع مين؟ مع مين بده يلعب اللي بالملحق؟ اوه مجموعة الموت، مجموعة الموت اللي هي ألمانيا واليابان وإسبانيا. الله يرحمه الله يرحمه. من هلا خلينا نقرا عليه الفاتحة. هذا خالص أمور اللي بالملحق بده يلعب معاهم الله يرحمه، هذا معلم خالصة خالصة. من هلا لا يروح على قطر، لا يروح على قطر، خليك بالبيت حبيبي، خليك بالبيت لا تروح على قطر. اها كم تو دبي، روح على دبي بدل كم تو دبي بدل قطر حبيبي. كمان هذا بالملحق مع مين بده يلعب؟ الملحق هذا هي بالملحق الاوروبي طبعا. مع مين؟ بدها تلعب مع انجلترا، ايران او امريكا. فانت تعال قطر، تعال عادي يعني اهلا وسهلا فيك. بس هذا اللي جايين بالملحق مع اسبانيا والمانيا وبولندا حبيبي لا تجي لقطر، كم تو دبي، كم تو دبي حبيبي، لانه انت جاي وين؟ جاي من جماعة الموت. خلاص امورك حبيبي، خليك ببيتك يا، خليك ببيتك يا كم تو دبي. شو كاميرون، مع مين الكاميرون ده تلعب؟ مع مين الكاميرون راح تكون؟ يلا يا حبيبي فرجينا شو راح يصير. الكاميرون مع اي مجموعة راح تلعب؟ راح تلعب مع البرازيل وصربيا وسويسرا. ها هي مجموعة سهلة للبرازيل، سهلة للبرازيل. في عندهم صربيا سويسرا والكاميرون، بس في راح يكون هيك يعني راح يكون في يعني على الورقة الثانية مجموعة البرازيل راح يكون في هيك يعني ضرب بكوس وهيك، بس عشان الورقة الثانية طبعا. ضل عندك غانا وكندا، مع مين بده يلعبوا؟ غانا وكندا. غانا بدها تلعب مع مين؟ يا مجموعة بلجيكا يا مجموعة البرتغال. فخلينا نشوف. مع مين ده يلعبوا؟ يا حبيبي يا حبيبي. غانا راح تلعب مع البرتغال والأورغواي، الأورغواي يعني والكوريا. حلو حلو. ضل هلا هي الفريق الأخير اللي هي كندا، اللي صار لها شيء أكثر من شيء 36 سنة ما تأهلت لكأس العالم، بدها تلعب مع بلجيكا والمغرب وكرواتيا. ف شوي راح تكون مجموعة صعبة على موروكو اللي هي المغرب، فلهيك بتوقع يعني راح يكون في صراع على البطاقة يعني فينا نقول بين المغرب وكرواتيا. هون خلصت
خلصت المجموعة خلاص، هلا طبحت الأمور كلها وعرفنا المجموعة كل مجموعة شو هي مع مين كل منتخب. فلهيك يا صديقي ما أضل شيء، هلا عرفنا كل المجموعات، وكانت مجموعات حلوة فيها مجموعات موت، فيها مجموعة الموت حبيبي، فيها ألمانيا وألمانيا وإسبانيا وواحد من الملحق، والأخيرة هو أيابا. ما بعرف هلا أنا بصراحة يعني، هلا اللي بالملحق قلنا له خليك بالبيت، بس المنتخب الياباني ما فينا نقول له روح بالطيارة وارجع، يكون أبو حاجز تكت، لأنه حاجز تكت على قطر، فخلاص خليهم يجوا يعيسوا الملعب ويرجعوا، لأنه خلاص المجموعة معروفة مين دي تحت. إلا ما سلختنا هيك شيء مفاجأة هون راح يصير شو؟ يصير مجاسر. بس وين فليك ولا انريكي راح يخربطوا بهيك مجموعه، راح يغلطوا بهيك مجموعه، مستحيل. فلهيك صديقتي لا تنسونا لايك شير سبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات ليوصلكم كل فيديوهات ننزلها. يعني صاركم قديش عم تفرجوا على هاي، ما تذكرتوا ابدا تنزلوا تحت تعملوا لايك شير سبسكرايب. شكرا كثير للي عمل. فلهيك شفنا مجموعات، اكيد رح نسوي فيديو ونحكي عن توقعاتنا مين ممكن يتأهل للدور اللي بعده، كيف ان المجموعات. بس من هلا لا بعد 8 شهور، ل 8 شهور يعني رح يكون في مفاجآت كثيرة، حدا ينصاب، حدا يروح، حدا تتغير الأمور في يوم وليلة. يا عفو الله شو هالكلام الكبير. يا صديقي بلا صح بيوم وليلة بسرعة تتغير الأمور، هذا ينصاب، هذا يروح، هذا ما بنعرف. ولكن بس نعملنا فيديو ونشوف شو توقعاتي للمجموعات كلها. وبس شكرا كثير خلينا نوطي الصوت. شكرا كثير على مشاهدتكم. انت وصلت لهي لهيو اللي ساعتك عم تتفرج علي، شكرا. بس بشوفكم ان شاء الله بفيديوهات جديدة، واكيد رح ساوي توقعات عنا على المجموعة مين ممكن نتأهل، وبشوفكم ان شاء الله بفيديوهات تانية، وديروا بالكم حالكم. سلام.